بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في طريقة ثانية في جدولة وحدة المعالجة المركزية للتنفيذ. طبعا الطريقة هي يسموها شورتس جوب فيرست، أو العمل الأقل زمنا أولا. طبعا في عندنا نوعين او مستخدمات في الطريقه، اللي هي الطريقه الاولى بسموها اللي هي نون بري امتيف، اللي بدون معلومات استباقيه او مسبقه. طبعا بهاي الحاله جوب سكيدجولر بيعمل على تنظيم طابور اللي هو ريدي كيو. طبعا المعلومات المستخدمه في هاي الطابور بتكون اللي البروسيس ايدنتيفاير P1, P2, P3, P4، الـ Arrival Time زمن الوصول، والـ Base Time اللي هو الـ Execution Time. طبعا بالـ Non-Preemptive Job Shortest Job First يؤخذ الـ Process الأقل زمن تنفيذ وينفذ طبعا باللحظة الزمنية المعينة. أخذنا هون مثال، عندنا مثلا في Process 1, Process 2, 3, 4 arrival time وصل على this باللحظة 3، باللحظة 0، باللحظة 4، باللحظة 5. burst time أو execution time للبروسيس 1 5 ملي سكند، 4 ملي سكند، 2 ملي سكند و 4 ملي سكند. طبعا نيجي بالarrival time باللحظة 0، ما كانش إلا في عندنا process 2، معناها process 2 هذا ينفذ. فبروسيس 2 بدأ في مومنت 0 وبده 4 يونت اوف تايم او 4 ملي سكند، معناها بنتهي في الأربعة. هلا باللحظة الزمنية 4، هذا وصل 3، هذا 4، فمين الأقل فيهم؟ الأقل فيهم راح يكون ايش؟ بروسيس 3. بروسيس 3 راح ينفذ بنعطى 2 يونتس اوف تايم من 4 على ايش؟ لستة. هلا في اللحظة الزمنية 6 كان عندنا بروسيس 4 ظل وبروسيس 1. بروسيس 4 بده 4 يونت، معناها ينفذ اولا، بعدين بننفذ ايش؟ بروسيس 1. بهذا الشكل راح يكون في الجانت شارت بروسيس 2 بدأ في 0 وانتهى ب 4، بروسيس 3 بدأ في 4 وانتهى ب 6، بروسيس 4 انتهى بدأ في 6 وانتهى ب 10، بروسيس 1 بدأ في 10 وانتهى في ايش؟ 15. طبعا بهاي الحالة ممكن نطلع احنا الافريج ويتنج تايم والافريج تيرن اراوند تايم. بالنسبة لبروسيس 1، بروسيس 1 الويتنج تايم وصل 3 وبدأ في 10، معناها 10 ناقص 3 7. بروسيس 2 بدأ في 4 و بروسيس 2 بدأ في 0، نعم، ووصل 0، معناها الويتنج تايم له 0. بروسيس 3 عندنا arrive في 4 وبدأ في 4 برضه راح يكون 0. وآخر شيء process 4 بدأ في 6 ووصل في 5، معناها بده إيش؟ 6 ناقص 5 اللي 1 units of time. نجمعهم هذول 7 0 0 1 8 على 4، فبيطلع عندنا إيش؟ الـ average waiting time اللي هو 2 ملي سكند او 2 يونتس اوف ايش؟ تايم. تير اراوند تايم. ونيجي على الفينشينج تايم. فينشينج تايم لبروسيس 1 انتهى في 15 وواصل 3، معناها 12. بروسيس 2 انتهى في 4 وواصل 0، معناها 4. بروسيس 3 انتهى في 6 وواصل 4، معناها 2. وبروسيس 4 انتهى في 10 واصل 5، 10 ناقص 5 بيطلع ايش؟ 5. نجمع 12 زائد 4 زائد 2 زائد 5، المجموع نقسمه على ايش؟ على 4، بيطلع عندنا 5.75 ملي سكند او يونتس ايش؟ او تايم.
هاي الطريقة الأولى اللي هي بسموها نون بريمتيف. الطريقة الثانية اللي هي البريمتيف شورتس جوب فيرست بريمتيف، ممكن تنكتب الاختصار اس جي اف بي. هاي الطريقة اختصارها اللي هي اس جي اف ان بي لنون ايش بريمتيف. الطريقة البريمتيف هون الانتظار، ننتظر الجوب اللي هو الأقل حتى يصل، ونبدأ عملية التنفيذ من حالة قدوم إيش الجوب الأقصر زمنا. نأخذ مثال هون، عندنا مثلا في عندنا 4 processes، process 1 2 3 4. arrival time هذا وصل يونت واحد، يونت اثنين، يونت إيش ثلاث. execution time 6 8 7 ايش 3. طبعا نبدأ اول شيء ب باللحظة الزمنية 1، بننفذ ايش process 1، process 1 حتى يصل الاقصر اللي هو process 4، بده 2، فينفذ بروسيس 1 1 ل 3. باللحظة الزمنية 3 بصير اوريدي عندي بروسيس ايش 4 واصل، ينفذ بروسيس 4 بإعطائه 3 يونتس من 3 لايش ل 6. هلا في اللحظة 6 بنحسب مين الأقل، الأقل زمنا راح يكون بروسيس ايش بروسيس 1، لأنه أخذ 2 ظلوا ايش 4، بننفذ ايش بروسيس 1. بعدين ظل عندنا بروسيس 3 و2، بروسيس 3 بده 7، بروسيس 4 بروسيس 4 عفوا ظل عندنا بروسيس 3 وبروسيس 2، بروسيس 3 بده 7 وبروسيس 2 بده 8، فبننفذ الاقصر، ننفذ بروسيس 3 بعدين بننفذ ايش بروسيس 2. هلا بنيجي نحسب الـ average waiting time والـ average turn around time. بالنسبة لـ process 1، بدأ طبعاً process 1 وصل في الواحد، الـ waiting time process 1 اللي راح تكون عبارة عن الـ waiting time 3 1 ل 3، بعدين process 1 6، فـ 6 ناقص شكله فيها مشكلة هون، process 1 starts في لحظة زمنية 1، نعم، والرايف واحد معناها تكون عنده زيرو، هاي زيرو، نعم. بروسيس تو بدأ ب 17، وبروسيس تو بدأ ب 17 وواصل في معناها 16، بدها تكون هاي بروسيس 3 بدأ في 10 وواصل 2 معناها 8، وبروسيس 4 بروسيس 4 بدأ في 3 وواصل 3 معناها 0. الأفريج تير أراوند تايم، بروسيس 1 فينيشت في 10 وواصل 1 معناها 9، بروسيس 2 فينيشت في 25 وواصل 1 معناها 24، وبروسيس 3 بروسيس 3 انتهى في 17 واصل 2 معناها 15، وبروسيس 4 انتهى بروسيس 4 في 6 واصل 3 معناها ايش 3. نجمعهم 9 و24 15 3 على 4 بيطلع ايش الجواب اللي هو 12.75% units of time. هاي الطريقة نفس الشيء ممكن هي تقلل مقارنة مع الطريقة الأولى من الـ waiting time، خاصة للـ processes اللي تحتاج إلى زمن إيش أقل،
بس بظل العيب فيها اللي هي برا الـ Input Output Operations، هاي راح تكون داخلة في الحساب في الـ Processing Time، لأنه البروسيسر راح ينتظر ما دام في عملية إدخال وإخراج، راح يكون في حالة Idle طبعاً. ومع هذا كونه في حالة Idle ما بنقدرش إحنا نربط فيه إيش Other Processes، ليش؟ لأنه الطريقة اللي هي عملية الربط للفترة الزمنية إيش محددة، بغض النظر كان في input output operations أو ما في. طبعا هاي لبعض الابليكيشنز اللي فيها عمليات حسابية ومنطقية كثير راح تكون كويسة، أما إذا في عمليات إدخال وإخراج كثيرة اللي هي بسموها لكم الـ IO bound، راح تكون هاي الطريقة غير فعالة، لأنه الـ efficiency أو الـ utilization للبروسيسر راح تكون إيش أقل. زي ما حكينا إنه الـ efficiency اللي هي الـ running time على الـ total time، running processor time طبعاً على الـ total time، total time راح يكون الـ running زائد الـ IO إيش time. فإذا زاد الـ IO time معناها الـ efficiency راحت إيش، أو البروسيسر يوتيلايزيشن أو إفشنسي راح مالها تقل. بعدها إن شاء الله المرة الجاية ننتقل لطريقة أخرى في عملية الجدولة. طبعاً إحنا حكيت في البداية مين الطريقة الأفضل، هي تعتمد على الأبليكيشنز المستخدمة، تعتمد على الإكسيكيوشن تايم، أرايفل تايم للبروسيسز. طبعا نقدرش احنا نقول مثلا طريقة X هي افضل من Y، لو كانت طريقة X فضلناها معناها ممكن نعمم هاي الطريقة، بس في عندنا cases مختلفة، ممكن الفيرست كم تكون لكيس معين مليحة، ممكن تكون الشورتس جوب بيرس لكيس اخر ايش افضل، ويعطيكم ايش يعني.